تلقى أربيل خسارة جديدة في الأسبوع 20 من الدوري العراقي بعد أن مني بالهزيمة على أرضه وما بين جماهيره أمام النفط بهدفين نظيفين، وهذه ثامن هزيمة للفريق في لوائح سجل هذا الموسم. القلعة الصفراء تحتل الآن المركز الثامن وفي رصيدها 26 نقطة. أما بقية النتائج فقد أسفرت عن تعادل البحر مع أمانة بغداد بهدف لكل منهما، وفوز الديوانية على الطلبة بهدفين دون رد، وتغلب الميناء على السماوة بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل نفط ميسان مع الكهرباء بهدف لكل منهما، وبذات النتيجة تعادل الحسين مع نفط الجنوب. أما القوة الجوية فقد تغلب على الصناعات الكهربائية بهدف نظيف، وسجل الشرطة فوزا مهما خارج الديار على نفط الوسط بهدف دون رد. النجف تألق وفاز خارج ملعبه على الكرخ بهدفين دون مقابل، والزوراء تعادل إيجابيا بهدف أمام الحدود. القيثارة الخضراء تعزف وحيدة في الصدارة برصيد 50 نقطة، تليها الصقور بواحد وأربعين نقطة، ثم الكرخ ثالثا والزوراء في المركز الرابع. زيد السراج للاعب 12.